تحدثت إلى كرين، أخبرني أن هذه أرض الصيد حيث اختبارات المهارة. كرين المسكين ليس أفضل صياد، لكنه معتد بذاته. لديك إشارة الباحث، سمعت عنها لكني لم أرها. لديك إذن الجدة الحكيمة لتخرج وتدخل كما تشائين من الأرض المقدسة؟ أجل، كنت لأغادر دون إذنهم. هكذا إذن، ربما يمكننا التحدث باستفاضة. في الحقيقة لقد تعاملت مع الكارجا. أنا أمثل منظمة تدعى محفل الصيادين في ميريديان. إننا نختبر الصيادين الشباب الواعدين هناك دائما. ربما تكونين أنت من نبحث عنها. لما لا تدخلي تلك الاختبارات؟ لأكون واضحا، أقدر لك إن أبقيت حديثنا سرا، خاصة حينما يتعلق الأمر بالحكيمات. لا يفترض أن تكون هنا، صحيح؟ لا، صديقي وأنا غادرنا الأراضي المقدسة وعدنا، لكن الجدات الحكيمات لم يقبلن بهذا. إننا صيادون في الصميم، لقد غادرنا لأننا أردنا إيجاد قطعان وروبوتات جديدة، لهذا دعانا محفل الصيادين. الكارجا لن يقبلونا لو عرفوا بأننا من نورا، لذا ارتدينا ملابس كارجا حينما أحضرنا الشارات لهم. بعد مضي فترة شعرنا أننا بين عالمين، لسنا كارجا ولسنا نورا، بدأنا نفتقد الوطن، لذا عدنا وأنشأنا أرض الصيد الخاصة بنا. هل سينجح الأمر؟ البقاء دون إذن الجدات الحكيمات؟ لا أعلم، لكننا نؤمن بقواعدهم. يوجد عالم كبير بالخارج وتجاهله لا يفيد أحداً. ما محفل الصيادين؟ إنهم مجموعة من الصيادين يتنافسون للإطاحة بأقوى الروبوتات الموجودة، يديرها الكارجا في ميريديان. سترينه بنفسك إن فزت بثلاثة أنصاف شموس من أرض الصيد، تحذيراً لك إنهم لا يحبون النورا. تكلم عن الاختبارات. يستضيف محفل الصيادين اختبارات صيد بأنحاء العالم لكي يختبر فيهم الصيادون مهاراتهم. على ما أحصل من إكمالهم؟ إنه فخر الإنجاز، بالإضافة لشارات تحدد لبلائك. هنا نقدم اختبارات الأدوات. أي نوع أدوات؟ الصيد لا يرتبط بالقوس، إنه متعلق باستخدام كل شيء متاح حتى المحيط بك. سترين ما أن تبدأ الاختبارات. اختار اختباراً وسأشرحه لك. اختبري مهاراتك في استخدام القوس بإرداء الأجزاء من على ظهر الروبوتات الجريزر بأقصى سرعة. أتوق لرؤية ما ستفعلين، وأنا مستعد. انزلي بأحد تلك يجب الابتعاد عن طريقها مؤقتاً. Thank you.
كيف؟ أول مرة وفزت بشمس براقة؟ أنت بارعة حقا حتى بالنسبة لنورا. هذا الاختبار يختبر قدرتك على استخدام الطبيعة لصالحك. أطلقي على حزم الحطب وأسقطيها لتحطم الروبوتات. تذكري، بوسعك استخدام المتفجرات من حزام القنابل لإخافة الروبوتات للهرب إلى حيث تريدينها. استخدمي قاذف الحبال وقاذف فخاخ الكارجا للإطاحة بروبوتات لغريزر. الانفجارات تخيفهم، لذا استخدمي حزام القنابل لتقوديهم نحو فخاخك. استخدمي قاذف الحبال وقاذف فخاخ الكارجا للإطاحة بروبوتات لغريزر. الانفجارات تخيفهم، لذا استخدمي حزام القنابل لتقوديهم نحو فخاخك. عظيم، سأبدأ حساب الوقت ما أن تنزلي. كيف؟ أول مرة وفزت بشمس براقة؟ أنت بارعة حقا حتى بالنسبة لنورا.
هذا الاختبار يختبر قدرتك على استخدام الطبيعة لصالحك. أطلقي على حزم الحطب وأسقطيها لتحطم الروبوتات. تذكري، بوسعك استخدام المتفجرات من حزام القنابل لإخافة الروبوتات للهرب إلى حيث تريدينها. استمتعي به. علي بينما أستطيع. كيف؟ أول مرة وفزت بشمس براقة؟ أنت بارعة حقا، حتى بالنسبة لنورا. لديك ما تحتاجين لدخول محفل الصيادين. حظا سعيدا في ميريديان. بالطبع ستخضعين لاختبارات أكثر معي. سأذهب. سأكون هنا إن قررت العودة. أنت مستعدة؟ ما محفل الصيادين؟ إنهم مجموعة فوستي. ما محفل الصيادين؟ إنهم مجموعة من الصيادين يتنافسون للإطاحة بأقوى الروبوتات. فوستي بالفعل بثلاثة أنصاف شموس. أنت مؤهلة للانضمام. تحذيرا لك، إنهم لا يحبون النورا. حن الوقت. سأكون هنا. تتطلعين. تكلم عن يستطيع على ما أحصل. إنه أي نوع مستعدة. سأذهب. عودي عند Thank you.
قلت بسببك. سمعت أن الأمور سيئة. لحظة أيتها الغريبة. يمشي شعب. تحتاجين الفوز بثلاثة أنصاف شموس في أراضينا للصيد لتدخلي المحفل. أتعني هذا؟ جيد جدا إذن، هنيئا لك ومرحبا. تؤهلك عضويتنا للحصول على جوائز وتخليد اسمك. أنا الآن عضوة؟ لا، أنت مجرد فرخ. الأعضاء الصغار يدعون، تحتاجين رعاية عضو كبير يدعى صقرا. إذن علي إيجاد صقر. لا يمكن، للصقر رعاية أكثر من صياد في الوقت ذاته، ومعظمهم لديهم طيور بالفعل. تغلبت على احتمالات أسوأ، أين أبدأ؟ من أعلى، قدمي نفسك لصقر الشمس أهسيس قائدنا، والذي يجب أن يقدمك لصقر. آمل أن يستحق الأمر. ماذا تعنين؟ سترين. الجو لطيف اليوم. بحق الشمس، مرسوم الملك آفاد بدأ يسري مفعوله. لم أعتقد أني سأرى أحداً نورا وامرأة كذلك. ألديك إشارات لي؟ ماذا تعنين؟ من أراضي الصيد. أوه صحيح، أنت جديدة. أي مرسوم؟ أصر آفاد على ترحيب محفل الصيادين بالجميع، رجلاً كان أو امرأة أو غريباً أياً كانت القبيلة. إرسى قائدة الفانغارد جاءت وسلمت الخبر شخصياً. ليتك كنت هنا، كان رائعاً. لكني اعتقدت أنهم سيتجاهلون الأمر ويرفضون السماح باشتراك النساء والغرباء، لكن ها أنت. أنت عضوة؟ أنا؟ لا، إن الكرج لا يشجعون بناتهم على صيد الروبوتات، لكن كل تلك التغييرات مفيدة لي. الأوزرم لا يعرفون كيف يبيعون للكرجة. آخر تاجر عملت معه لم يبع زهوراً لنحلة. لقد كان صريحاً جداً كما يقولون. هذه مهنة أفضل. أعتقد أني سأتمكن من فتح متجري قريباً. ماذا تريدين من شاراتي؟ أنتم وشاراتكم، لن أسلبكم منها. سأعطيكم سلاحاً فتاكاً أيها الصيادون. أجل، إن هذا سيشد انتباهك. إن حصلت على شارات في الاختبارات الثلاث في أراضي الصيد الخمس، تعالي إلي. سأعطيك ثلاثة أسلحة، واحدة لخمس عشرة شمساً، وآخر لخمس عشرة كاملة، وسلاحاً آخر لكل الشموس البراقة. ماذا تريدين من شاراتي؟ أنتم أجل، سأعطيك. ماذا أفعل بالشارات؟ إن حصلت على شارة في كل اختبارات الصيد، سأعطيك سلاحاً يساعدك في الصيد. أريني شاراتك وسنرى إن كنت تستحقين أحد الأسلحة التي أملكها. ليس لدي ما يكفي. لا مشكلة، احصلي على شارات الاختبارات وسأعطيك سلاح محفل الصيادين التالي. اعذرونا، راكبة الروبوتات تمن علينا بحضورها. أنت من النورة صحيح؟ مقاتلة من الأراضي الهمجية. الأراضي المقدسة. أجل، قاتلت لأحصل على ما لدي. أخبرني، هل يذهب النورة إلى منازل الآخرين ويفعلون ما يشتهون؟ بالطبع لا. لكن هذا ما تفعلينه الآن، تلوثين محفلنا وتضايقين سادتك. أنت بالكاد أعلى مني. قال ليجن علي لقاؤك لأصير عضوة. كان ليكون صحيحاً لو لديك فرصة للانضمام، لكنك همجية، ولا همجي سيترقى في رتب محفل الصيادين بينما أنا صقر الشمس. غادري. لا، أخبرت أن للمكان قواعد، إن كانت بلا قيمة فمنصبك هنا بلا معنى. كف عن الثرثرة وأخبرني، أهناك صقر متفرغ لرعايتي؟ جيد، تلانا متفرغة.
أليس هذا مناسباً؟ حثالة ترعى حثالة. والآن اغربي عن وجهي. أنت طلانة؟ قال أحسيس إنك صقر لا ترعين فرخاً. أم تحاولين إبعادي أيضاً؟ جيد، تعاملت مع الأسوأ. أزكي هذا، لكنك مخطئة. الأمور سيئة، خاصة اليوم. ماذا حدث؟ أحدنا مات يقاتل ريدماو. لن تواجه ثاندر جو أخطر. يخترق الصخور والشجر والناس. يؤسفني سماع هذا. جزء من الصيد. أيوجد صيد فعلا في هذا المحفل؟ لم أرى سوى كلام. بالطبع، قاتلي روبوت وأحضري جائزته إلى أحسيس. لن ينكر أحد أنك هزمته. أحسيس، ما قصته؟ صقر شمس المحفل، الأخرق الأ أسفة العضو، استدى رافجر بهيموث ومتعقبين. إذن اصطدت كثيرا من الروبوتات. كذلك أنا قتلت طائرين عصفيين، لكنه الصقر الذي أتى بالجوائز أولا. هكذا الأمور، أي صقر يهزم أعظم روبوت أولا يصير صقر الشمس. كيف يصير المرء صقرا؟ حينما يموت صقر يحتل طيره مكانه مهما كان رأي الآخرين. من ليجن هذا الرجل بالباب؟ ليجن؟ إنه صقر، كان صياداً رائعاً في شبابه، لا يقاتل الآن، يدعم المحفل بطرق أخرى على عكس بقية الصقور الذين يقتلون أخطر روبوتات. مستعدة للصيد، أخبريني ماذا أفعل؟ أتريدين ندمهم على إهانتك؟ تحدثي بلغتهم، اقتلي 3 ساتوث واثنين رافجر ومتعقباً، وأعطي أحسيس الجوائز. سيسكتهم هذا. إن فعلت هذا سترعينني؟ سأفكر لأضايق أحسيس. نورا في مملكة الشمس. الأمور تتغير.
جيدة مقابل سعر جيد. Thank you.
يحزن المؤن. أرجوك حتى أن تضيء الشمس طريقك. ستنتهي هذه العاصفة قبل انتهائي أنا.
نجم جيد. خردة بالتأكيد. لن أواجه مشكلة في تجاوز لانسهول واصطياده مع ذلك. أقترب من مصدر الإشارة. Thank you.
كان راست يقول دائما الصبر. جيدة للقفز فوق طويل العنق.
لا وقتا إضافيا للتعافي. لا شيء مثل التقاط. ثمة فتح. تحياتي. ظننتني أخبرتك. أنا هنا لأقدم جوائز إلى صقر شمس المحفل. 3 ساوتوث واثنان من الرافجار ومتعاقب بالتأكيد. أفترض أن تالانا ساعدتك في هذا. لقد قتلتهم بنفسي. هل ستقبلهم؟ حسناً، أجل أقبلهم. لكن أخبري تالانا أن تكف عن اللعب مع الدون إن أرادت الإمساك بالريدمو. حين أعطيته جوائزي قال أحسيس إنه يجب العثور على ريدماو بدلاً من مساعدتي. الأخرق ليس مخطئاً، لكن لا وقت لإيجاد ريدماو الآن. أريدك في شيء آخر. وما هذا؟ لقيني خارجاً.
أتساعدين؟ ذاك يحتاج. هيا يا إلسادي. أحيا في الضوء الوحيد شمال شرق هنا. بالكاد هربت لأن روبوتات بلانت هوك تهاجم المسافرين. إن لدينا شردات قليلة، ستساعدين؟ ليس لدينا مكان آخر. أحياناً يستلم الأعضاء تشريفاً على الصيد. كان على أهسيس قبول هذا لكنه رفض، كان السعر منخفضاً. يا لكرمه، في الماضي كنت لأطلب من تاركس تولي هذا. ما رأيك أن نتولى هذا؟ أراك في الضوء الوحيد. ماذا عن ريدماو؟ هل ستشاركين؟ حسناً، سنتقابل عندما أستطيع.